كان المولد في حي الحسين وفي ميدان بيت القاضي بالذات. لبست في هذا الحي حتى سن الثامنة أو التاسعة لا أذكر بالضبط، وتشبحت بكل ما فيه من نماذج بشرية وأحداث وعلاقات. يعني كنت تجد إن حارة زي مثلا درب إرمس فيها سراي لتاجر من كبار التجار، وجنبه مباشرة ربع فيه سكان من العربجية والشحاتين وهكذا، إلى جانب الفتوات والمجازيب والأولية ومدعي الولاية والمظاهر اللي ترتبط بهذا الحي زي الأسكار والتوليد النبوي والزفاف اللي بتنتهي عادة بخناقات الفتوات. كل ده كان موجود في هذا الحي والإنسان تشبع بيه. اتنقلنا بعد كده للعباسية، ابتديت فيها دراستي الابتدائية. دخلت في الفترة دي مؤثرات في حياتي هي عبارة عن الاطلاع المستديم عن الآثار المصرية الفرعونية والقبطية والإسلامية من خلال الرحلات المدرسية المنتظمة، لأن كان في رحلات مستديمة تقريبا كل شهر طول العام الدراسي، بالإضافة إلى الرحلات العائلية. وأنا أعتقد أني تأثرت بالآثار تأثر كبير جدا ظهر في مزاجي الشخصي وفي إنتاجي الأدبي بعد ذلك. أما الاتصال المباشر بالأدب أو بالقراءة يبتدي بالاتصال بالقراءة، ولعله جاء بما يشبه الصدفة، لأن في فسحة بين الدروس لقيت صديق من عيلة صقر الكروية المشهورة بيقرأ في كتيب خارج البرامج، يمكن سنة 23 أو 24، كنت في سنة تالتة ابتدائي أو رابعة ابتدائي. سألته عن، قال لي دي قصة بروسية للص مشهور اسمه ابن جونسون، فطلبت منه أقراها بعد. من اللحظة اللي قريت فيها ابن جونسون لم أنقطع عن القراءة إلى الآن، لأن في الواقع ما كانش ممكن أستوحي هذا الاتجاه من مكان آخر زي الأسرة مثلا. أغلب قرايبي اللي أتموا التعليم كانوا إما في العلوم أو في القانون، ما فيش حد أداب يعني أو فن. ولذلك اللي غلب على الوقت ابتديت في الفترة دي هي أعشق الفكر والكتابة فيه. يعني لأول مرة أتصور أني صح أكون كاتب، لكن كاتب من أي نوع؟ من نوع اللي بقرأ لهم، وكان يغلب عليهم التفكير لأن كلهم كانوا من نوع المفكرين والنقاد. يمكن اللي وجه الواحد للفن بشكل حاسم فيما بعد هو توفيق الحكيم. أما جيت أتخصص اتخصصت في الفلسفة، وبعد التخرج لم أنتبه إلى ميلي الأدبي إلا بعد التخرج بسنتين، ولم أبتدئ في دراسة الأدب دراسة منتظمة بتاعت واحد هيمتهن ويديله حياته قبل سنة 36.